بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. شيخ صالح، لا شك أن هناك العديد في الوقت الحاضر من المفاهيم التي حاول البعض المساس بها أو تعكيرها، وهناك قضية أو ما يعرف بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والعلاقة بين ولاة الأمر والرعية. حاول البعض إيجاد شيء من اللبس والتشكيك في هذه العلاقة، وظهرت العديد أو في الساحة العديد من المفاهيم والأغلاط في هذا الأمر. بودي من الشيخ صالح فوزان أن يتفضل ويتكرم مشكورا ببيان البيان الشرعي لهذه المسألة المهمة. لا شك أن هذا جزء من المكر الخبيث الذي يحوكه أعداء الإسلام. هم حاكوا قضية المرأة، وحاكوا أيضا قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لأنهم يعلمون أنه إذا حصل الوئام بين الحاكم المسلم وبين الرعية المسلمة حصل الاجتماع، حصلت القوة، وحصلت المواجهة مع الأعداء. فهم يريدون أن يقوضوا هذا البنيان وأن يفصلوا بين الحاكم وبين المحكومين حتى يتناثر المجتمع، وحتى يسهل عليهم ابتلاع المسلمين والتدخل في شؤونهم. الله جل وعلا أولى هذا الأمر عناية عظيمة. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. عندنا آيتان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، آيتان، واحدة للراعي واحدة للرعية، التي في الراعي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه توجيه للرعاة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآية التي بعدها في الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فلو أن الرعاة والرعية عملوا بهاتين الآيتين لحصل الخير الكثير، ولن سد على دعاة الفتنة ودعاة الشر، انسد عليهم كل طريق للإفساد. ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية على هاتين الآيتين كتابا مستقلا أسماه: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهو كتاب مطبوع ونافع ومتداول، يجب الرجوع إليه في هذا الأمر المهم. فلا شك أن طاعة ولاة أمور المسلمين أنها أمر مهم، وهي طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأمر بطاعتهم ولو جاروا ولو ظلموا، ما لم يرتكبوا مكفرا ناقضا من نواقض الإسلام، لما في ذلك من المصلحة العامة، ولما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة. وإن كان بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن ما يترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء وتفريق الكلمة وتسلط الأعداء أعظم مما يحصل من إنكار المنكر الجزئي. إنكار المنكر الجزئي، وإنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوز، من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما.
فالواجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية الله، فإنهم لا يطاعون في المعصية لكن يطاعون في غيرها من الأوامر. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، أي تجتنب المعصية لكن يطاعون في غيرها مما ليس فيه معصية، لما في ذلك من جمع الكلمة وحزم الرعية. ويقول شيخ الإسلام كلاما معناه: ما خرجت أمة على رعاتها إلا حصل من الفساد ما هو أعظم من مفسدة البقاء على طاعتهم. هذه قاعدة معروفة، وإذا تتبعت واقع العالم وجدت هذا صحيح. حتى عند الكفار إذا أطاعوا لرؤسائهم وانقادوا لولاتهم حصل لهم الأمن وحصل لهم الاستقرار، وهم كفار كما تعلمون من حالة الدول الكبرى. وإذا حصل منهم نزاع بينهم وبين رعاتهم حصل الفساد، فكيف بالمسلمين؟ وإذا استقرأت التاريخ وجدت ما يحصل من المفاسد والخروج على الولاة أعظم مما يحصل من المفاسد في البقاء على طاعاتهم مع معصية جزئية. أما إذا وصل الأمر إلى الكفر والخروج عن الإسلام فإنها لا تجوز طاعته. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. وإذا قرأت تاريخ المسلمين وما حصل من الخوارج والمعتزلة في منازعتهم لولاة الأمور، وما حصل من الولايات والحروب، وما حصل من تسلط الأعداء وسفك الدماء، عرفت قيمة أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والاجتماع الكلمة. نعم، أحسنتم وأثابكم الله.